عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع حل ملحق كتاب المعاصر 2024، بداية من بيج 53، 53، محافظة الإسماعيلية. أبدأ بسم الله تعالى. Listen and circle the correct answer from A, B, C, or D. Grandpa's village يعني قرية جدي was very، طبعا من خلال النص كانت quite هادئة، من خلال النص الاستماع dark مظلم، noisy صاخب أو مزعج، polluted معناها طبعا ملوث، يبقى grandpa's village was very quiet. Number two, there were no، طبعا لم يكن يوجد in the past في الماضي، ما كانش في سيارات cars من خلال نص الاستماع. And the box كتب people nest children أطفال. Number three, now and there are a lot of space and the cars. الآن طبعا في يوجد الكثير من trucks الشاحنات وكمان السيارات. Pencils أقلام رصاص. We عندي televisions اللي هي تلفاز. We tablets كمبيوترات لوحية. Number four, grandpa الجد was 8 كان في الثامنة من عمره. When he يعني لما أو عندما he buried أو buried عندما دفن the طبعا box صندوق of memories أو memories صندوق ذكرياته. يبقى باطل زجاجة packet عبوة بك حقيبة طبعا box صندوق دفن طبعا buried أو buried دفن of memories أو memories اللي هو طبعا ذكريات أو طبعا صندوق الذكريات الخاص به. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, this food, Tom, هذا Tom isn't good. ليس جيدا. يبقى it tastes بيكون مذاقه horrible فظيع أو سيء. Sad حزين. Delicious لذيذ. We got جيد. Number two, we got school. On foot. نذهب سيرا. نذهب للمدرسة سيرا على الأقدام. We always دائما طبعا ما نمشي. يبقى نمشي طبعا walk to school. Drive يقود. Fly يطير. Cycle معناها يركب دراجة أو طبعا بمعنى يعني دورة. Number three, when I travel by A, عندما أسافر بواسطة A, I go, أنا بكون أو بذهب through خلال الـ air الهواء، بتكلم على الطائرة، عندما أسافر بالطائرة أكون عبر الهواء. Car, سيارة, boat, قارب, we bus, حافلة, أوتوبيس. So number four, the mice, الفئران, live in, بيعيشوا في holes، معناها طبعا حجور. يعني أو حفر hotels فنادق schools مدارس rivers أنهار يبقى بيعيشوا في طبعا إيه ثقوب أو طبعا اللي هي الحفر يعني. Number three, read اقرأ and complete وكامل the text النص with the words بالكلمات اللي in the box اللي في الإطار والصندوق. Train قطار. وعندي city معناها مدينة. Catch معناها يلحق أو يصطاد. Seeds بذور. We mouse معناها فأر. The city mouse for المدينة visited the country mouse. طبعا for القرية. In his hole في حفرته. In the ground floor. The country mouse يبقى نكتب number one mouse اللي هو for القرية أو طبعا اللي الريف. Once pleased كان مسرور. He gave his friend أعطى صديقه أعطاه grass عش بأند وكمان وإداله بذور يبقى seeds. The not may be the country ولا the city mouse يبقى city mouse. For المدينة سيد شكره طبعا قال له thank you شكرا. The city mouse stopped eating. For المدينة توقف عن eating الأكل كمان and ran وجرى to عشان يلحق يبقى catch. أترين القطار at 8 في طبعا الثامنة. Number four, read across the text and not answer the question. Well, I am Ahmed, اسمي أحمد. I live in a big city. أنا بعيش في مدينة كبيرة in Egypt, في مصر. With my family, مع عائلتي. The city, المدينة, is always دائما noisy, صاخبة ومزعجة and crowded, كمان مزدحم. It has بها a lot of pretty bright lights. بها أضواء طبعا مضيئة وساطعة جميلة. But smoke, لكن الدخان كمان and noise وكمان الإزعاج. Are everywhere في كل مكان. In summer في الصيف we visit our grandpa بنزور جدنا in the country في الريف. It's always quiet يعني إنه دائما ما يكون هادئ كمان and clean وكمان نظيف. بقول لي there are a lot of trees هناك الكثير من الأشجار and the grass والعشب. Life is slow الحياة بطيئة. We love the country احنا بحب طبعا الـ country الريف rather طبعا أكتر من than the city المدينة. بعد كده عندي بيج 54 54. Choose the correct answer from A, B, C, or D. أحمد visits grandpa. زار جده طبعا في الإيه من خلال النص وكان بيزوره في خلال اللي احنا قلنا
كان بيزور جده امتى؟ كان بيزوره طبعا في فصل اللي الصيف، يبقى السمر الصيف، فول خريف، ووينتر شتاء سبرينج ربيع، يبقى احمد فيزيتس جرانبا ان سمر في الصيف. نمبر 2 ذا سيتي، المدينه از اولويز دايما بتكون كلين نظيفه، نويزي صاخبه ومزعجه، كوايت هاديه، سلو بطيئه، بتكون نويزي طبعا صاخبه او مزعجه، وكمان كراودد مزدحمه. نمبر بي انسر ذا فولو كويستشن، هاو از لايف ان ذا كونتري، كيف تكون الحياه في طبعا في الريف؟ هي طبعا الحياه بتكون هادئة، يبقى هنقول it is always، إنها دائما طبعا بتكون إيه الحياة quiet، كمان هادئة، الحياة هادئة، أو كمان بتكون ممكن كمان نقول جميلة، ممكن كمان والحياة بطيئة برضو فيها، كمان ممكن نقول ونظيفة and clean، ممكن كمان نقول and life، الحياة is slow، كمان بطيئة، يبقى دايما بتكون هادي، تكلم على الريف بيكون هادي وكمان and clean ونظيف. سؤال نمبر 4، what does أحمد like more، ما الذي يحبه أحمد أكثر، ما الذي يعجب أحمد أكثر، the city المدينة or the country، ولا طبعا الإيه الريف، وطبعا من خلال النص هو كان بيحب، يبقى هنقول he likes، هو بيحب، هنقول the country، هو ما قالش السبب، ممكن تقول طبعا because، the life الحياة مثلا is quite هادئة مثلا، مفيش مشكلة quiet and clean، وممكن نقول برضو الحياة بتكون برضو ايه بطيئة، يبقى هو ما قالش السبب، بس هنقول طبعا هو بيقول انه بيحب، في الاخر كان بيقول ان احنا بنحب ايه القرية اكتر من المدينة، لان المدينة تكون مزدحمة وفيها دخان كتير وكده. طيب نشوف مع بعض، عندي نمبر 5، read اقرأ and write واكتب the correct form، الشكل الصحيح وتكون صحيح، وذا words الكلمات اللي بين الاقواس. I went، الكلام في الماضي، والتصريف التاني من go، to the park، الحديقة، yesterday، كلمة دالة على الماضي البسيط، يبقى I محتاج الناحية التانية يكون ماضي برضه، هنا ماضي يبقى الناحية التانية ماضي، التصريف التاني من fly، flew، ده فعل غير منتظم، I كمان flew the kite، وكمان طيرت ايه الطائرة الورقية الخاصة بي. السؤال نمبر 2، last month، دي كلمة دالة على الماضي البسيط، ادي كلمة دالة على الماضي البسيط، اعمل keywords، يبقى انا عندي الفاعل التصريف التاني من celebrate، يبقى celebrated، واحد الفعل منتهي بايه نحط له دي بس، يبقى celebrated، celebrate اهي، والفعل منتهي بايه نحط له دي بس، شيء يبقى منتهي بدي في الماضي، و celebrate نحن احتفلنا ب our sister's birthday، كمان بعيد ميلاد اختنا. نمبر 3، we visited the Egyptian museum last week، last من الكلام في الماضي اهو، يبقى الناحية التانية تكون ماضي برضه، يبقى احنا زرنا the Egyptian museum، المتحف المصري، last week الاسبوع الماضي، و نقطة، طب نشوف انا عندي was، طب هنا في صفة، يبقى محتاج was او where، يبقى هنا we بتاخد مين، بتاخد where، نحن كنا very happy، سعداء جدا. So number 4، we should، الفعل should الفعل في المصدر للتعبير عن نصيحة، يبقى بدون أي إضافات، يبقى turn بس، يبقى يجب علينا إن احنا طبعا turn نشغل our phones، هواتفنا off، او عذرا ان احنا نغلق turn our phone off، نغلق هواتفنا at night، ليلا ليلا it's healthy، انها طبعا ايه صحي، يبقى تاني we should turn our phones off، يجب ان احنا نغلق هواتفنا at night ليلا it's healthy، انه ايه صحي، عشان طبعا ايه حفاظا على الصحة. نمبر 6، punctuate the following، دائما ما نبدأ الجملة بحرف capital، دي طبعا جملة زي ما هي كده نكتبها زي ما هي، وبعدين question mark عشان دي تستفهم بمعنى what ما أو ماذا. What games، ما الألعاب، did أحمد play yesterday، دي التي لعبها أحمد بالأمس. بيقول لي هنا نشوف بايبو نمبر 7، write اكتب a paragraph، يعني فقرة إنشائية of 18 words، تتضمن أو تحتوي على 18 كلمة، using باستخدام the following guiding elements، العناصر الاسترشادية والمساعدة، مديني a trip، رحلة to the sea، للبحر، و guiding elements، عناصر استرشادية أو توجيهية، swam، سبحة، التصريف الثاني من swim، يسبح، ده فعل غير منتظم، played، لعبة،
التصريف الثاني من play يلعب، ده فعل غير ده فعل منتظم طبعا عشان منتهي بيه طبعا بالايدي. شوف مع بعض الاول، عندي هنا نسيب مسافه تعادل الكلمه، نبدا الجمله بحرف كابيتال، في نهايه الجمله نضع في الاسلوب، هنقول طبعا last week الاسبوع الماضي، واعمل كومه سفليه كده، we went to Alexandria نحن ذهبنا الى الاسكندريه. ممكن نقول كمان we swam in the sea سبحنا في البحر، which الذي was بيقول كان ازرق، we played لعبنا. ممكن هنا طبعا الاي دي نحط هنا الاي والدي لعبنا عشان كان في الماضي، ميني جيمز الكثير من الالعاب، and had a nice time، وكمان had التصريف الثاني من have معنى استمتع، a nice time وقت لطيف، we saw احنا شفنا فيش السمك، and an octopus وكمان اخطبوط in water في الماء. نكمل مع بعض ونقول كمان ممكن the water الماء in the sea المياه في البحر، was deep كانت عميقة، and blue وزرقاء، my dad والدي caught يعني اصطاد التصريف الثاني من catch caught a big fish سمك كبيرة، my mom أمي made the fish عملت طبعا طبق into a lovely meal كمان عملت طبق أو عملت لنا أو عدت لنا طبق من السمك جميل، the fish into a lovely meal وجبة جميلة أو لذيذة، we ate احنا كنا زميل الوجبة، we had واستمتعنا طبعا ايه a healthy dessert كمان بايه بوجبة او we تناولنا a healthy dessert يعني حلوى صحية. لو عايز ازود حاجة ممكن اكتب براحتي مفيش مشكلة، لو محتاج مني 18 كلمة ممكن تكتب مثلا كمان في الاخر كده we نحن felt تصريف تاني من feel felt نحن شعرنا مثلا happy بالسعادة، كمان ممكن تكتب مثلا it تعود على الرحلة يعني انها مثلا was او انه اتكلم على اليوم it was a day لقد كان يوم to لمثلا وليكن remember للذكرى remember لقد كان يوم للذكرى، ومثلا ممكن تقول في الاخر يعني هنروح مرة تانية يبقى we will go again soon قريبا مثلا، وليكن تيجي عامل فصلة كده وتقول early مو هتقول مثلا في أوائل يعني early معناها في أوائل يعني، وليكن مثلا April مثلا أو September أي حاجة يعني، يبقى we will go again يعني إحنا طبعا سنذهب مرة أخرى soon قريبا early April مثلا أو early September في أوائل سبتمبر او اوائل يعني ابريل براحتك الشهر اللي انت عايز تحطه كده. طبعا كنا وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساش اللايك والشير عشان يوصلك كل جديد. شكرا مشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.